بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف أشارككم في هذا الفيديو خدمتين من خدمات اتصالات الجزائر، ألا وهي الإبلاغ عن عطب وطلب خط. طلب خط طبعا، سواء كان هذا الخط هو عبارة عن خط أنترنت أو خط هاتف طبعا. فعندما تتوجه في الأعلى إلى خط طلب عبر الأنترنت كما سوف تشاهدون، تقوم بالضغط على طلب عبر الانترنت، سوف تنطلق لك استمارة بهذا الشكل تحوي على مجموعة من المعلومات، من بينها رقم الهاتف والبريد الالكتروني ونوع الطلب. وفي الاسفل تجد ارسال بعد ان تكتب صورة الكابتشا. طبعا نفس الشيء ينطبق على الإبلاغ عن عطب، فإذا كان لديك عطب تقوم بالضغط على الإبلاغ عن عطب كما سوف تشاهدون، ومن ثم تتوجه إلى الأسفل سوف تجد الاستمارة. ففي الاستمارة توجد مجموعة من المعلومات كما ذكرت، من بينها رقم الهاتف ورقم البريد الإلكتروني والكابتشا ونوع العطب. طبعا سوف تختار نوع العطب، ومن ثم تقوم بالضغط على إرسال، وسوف يتم طبعا سوف يتم توفير هذه الخدمة لديك. وإلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.